وللمزيد من تحليل المشهد الانتخابي في الداخل المصري ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب. سيادة النائب، مشهد فريد للمصريين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في اللجان المختلفة على مدار 3 أيام، وأنت من الممثلين للشعب المصري، ماذا تقول؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحيي الشعب المصري اللي هو عمره ما خذل مصر في أي موقف من المواقف. يعني يمكن العالم كان بيلعب على مسألة الوعي وإن هو يقدم إشاعات زائفة إلى الشعب. الشعب المصري أصبح عنده حصانة النهاردة، مستوعب لحجم التحديات اللي موجودة من حوالينا. ومنذ الصباح الباكر الحقيقة يمكن 11631 لجنة فتحت في ميعادها 9 صباحا، استعداد كامل، إرشادات داخل اللجان، تسهيل لكبار السن وذو الهمم. شفنا يعني منذ أيام المصريين في الخارج أيضا أدوا مهمتهم، النهاردة أيضا الشعب المصري بيأدي مهمته، موجود بكثافة غير متوقعة، وهو ده اللي كان متوقع من الشعب المصري عشان نرد على العالم كله أن شعب مصر صف واحد هيصطف وهيكمل وهيواجه كل التحديات الموجودة. مفيش حد النهاردة في مصر ولا فئة من الفئات، السيدات والشباب حتى الأطفال في مصر أصبحوا النهاردة مستوعبين المشهد وعاملين يعني مقاطعة للمنتجات الغير مصرية وبيدعموا بلدهم. مشهد فريد النهاردة الحقيقة بيعكس قيمة الشعب المصري وقيمة الدولة المصرية. بندعو كل الناس الحقيقة، كل واحد فينا ينزل ينقي اللي هو يختاره. في النهاية خالص نحن نحتاج قيادة مصرية قوية يقف من خلفها الشعب المصري داعم حتى نستطيع أن نواجه كل التحديات اللي موجودة على الحدود والضغوط الدولية اللي احنا هنواجهها. أيضا بعتقد أن بعد حتى عملية الانتخاب هنلاقي موقف من الشعب المصري، كل واحد فينا في موقعه هيأدي مهمته، لأن المرحلة اللي فاتت أنجزنا فيها إنجازات ضخمة وكبيرة. مهمتنا الأولى أن نحافظ على ما حققناه، ثم الأرض ممهدة لانطلاقة مصرية قوية إن شاء الله. نعم سيادة النائب، الخيوط تتشابك والمسؤولية مشتركة ما بين المواطن المصري ومن يأتي على رأس السلطة في مصر، كيف ترى هذه المشاركة والمسؤولية المجتمعية في الداخل المصري؟ مسؤولية جماعية مشتركة الحقيقة. يعني عندما نطلب من أي قيادة تتحمل المسؤولية يجب أن نقف جميعا خلفها، كل واحد في موقعه، الاقتصادي يعمل في الاقتصاد والسياحي يعمل في السياحة والطبيب يعمل في الطب، ده مجتمع بالكامل الحقيقة. والمرحلة اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك احنا أسسنا لدولة مصرية قوية أصبح فيها كل مقومات الإنتاج والاستثمار والانطلاق والتعليم والصحة. الحقيقة لابد أن احنا نتكاتف كشعب مصر، وإحنا شايفين الحقيقة أن مصر مستهدفة وأن مصر يعني هي اللي موجودة في المنطقة العربية. وشفنا لما القضية الفلسطينية يعني يوم 7 أكتوبر لقينا أن ممثل الدولة المصرية تصدى للعالم كله وأعلم مساندته الصريحة للشعب الفلسطيني. وبعدها أيضا كان في تناغم ولقينا الشعب المصري بالكامل نزل الشوارع والميادين عشان يساند القضية الفلسطينية، مستوعبين طبعا أن هناك انعكاسات على الأمن القومي المصري. ويعني خليني أقول لحضرتك بصراحة كده، سيناء مستهدفة لكن المصريين صحيين واعيين. أيضا الجيش المصري النهاردة على أتم الاستعداد، وشفنا سيد وزير الدفاع وهو بيعلن صراحة إن سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر. وكلنا النهاردة أصبحنا صف واحد، وهو ده الشعب المصري الحقيقة اللي بيسهل العالم لما يكون هناك أي تحدي أو أي مخاطر يعني تحاط بهذا البلد الأمين. نعم سيادة النائب، ما نحتاجه في المرحلة القادمة من مظلة تشريعية ربما لاستكمال المسيرة في الداخل المصري؟
نعم، مجلس النواب ايضا بقياداته بنوابه، احنا في البدايه والنهايه مواطنين مصريين. كل الجهد وكل التعاون في المرحله القادمه تعاون ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، نحن جميعا في مرحله تحتاج تكاتف كل السلطات، تحتاج ان يصطف الشعب المصري كله، احنا كمان كمؤسسه تشريعيه على اتم الاستعداد ان احنا نبذل كل الجهد حتى نستكمل مسيره الدعم التشريعي لصالح هذا الوطن ان شاء الله. اعتقد ان احنا بعد الانتخابات الرئاسيه سنبدا مباشرة في دعوة المجلس، وشفنا كمان الحقيقة في المرحلة السابقة مجلس النواب وهو يتفاعل مع القضايا، وشفنا أن 16 نائب من مجلس النواب بيقدموا طلبات إحاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن القضية الفلسطينية، وشفنا السيدات النائبات داخل المجلس متفاعلة إزاي مع هذه القضية. أشكرك جزيل الشكر سيادة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب.